إلى كتاب المغازي. قال البخاري رحمة الله عليه قال باب في كتاب قال كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ولعن الذكوان وبئر معونة. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. أسرع أحمد ما ليش وقت خالص. قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه في الخروج حين اشتد عليه أذى فقال له أقم. فقال رسول الله أتطمع أن يؤذى لك؟ فقال الرسول يقول إني صلى الله عليه وسلم إني نرجو ذلك. قال فانتظر أبو بكر رضي الله عنه فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما هما ابنتاي رضي الله عنهم جميعا. فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت عبدتهما للخروج. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجلعاء فركبا فانطلقا حتى أتى الغار وهو بثور فتواريا فيه. فكان عامر بن صهيرة غلاما لعبد الله بن طفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها وكانت لأبي بكر منحة فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح فلا يخطو به أحد من الرعاء. فلما خرج معهما يعقبانه حتى قدم المدينة فقتل عامر بن صهيرة يوم بئر معونة. وعن أبي سامة أنه قال قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عمرو بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل فقال له عمرو بن أمية هذا لا عمرو بن الطفيل. قال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء رضي الله عنه حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم رضي الله عنهم فقال أصحابكم قد أصيبوا إنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما وضع عنك ووضع عنا. فأخرهم عنهم وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو سمي به منذرا. هنا فيه دلالة أولا على الخروج الصحبة لما قال أبو بكر فقال له انتظر فقال له انتظر لعل الله يجعلك صاحبا فقال الصحبة رسول الله قال الصحبة الصحبة رسول قال الصحبة قال الصحبة ثم قال 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 أخرج ما عندك فقال هم ابنتي أو في رواية قال هم أهلك يا رسول الله وتزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أبو بكر الصديق قال أمن الناس علي في أهلي وماله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر بئر معونة كما قلنا أنهم خانوهم وغدروا بهم وقتلوهم والنبي صلى الله عليه وسلم قانت عليهم شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. وهكذا إن الله يصطفي من يشاء يعني من إن الله يصطفي من يشاء من عباده ليكون شهيدا. فضل الصمت بعد انتهاء الباب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.